وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سنتهين جروب كده ما خيارت كجرتا مقعي هو شعب عبد الحي الشيخ آدم حسن وحن وحبر الشديد الأساسي بربارد دعم قراتي مقالة بيردبو تكسي وهو سيلا تكسي السارة كدب وحن آدي ودن السودان كلية الشريعة والقانون أيام باتش قراتي كدب ودن كان دب وصول لابتي وحن جامعة السودان دي جنجري كون سلال بغل سلاشني أفرتي إلى سلاشني سديدي سلاشني سديدي بريه ودن بيان صوماليا كون نغضي مقدشو هالكاسا وحن كبير لابي مركة تدريس كدكسي السارة مساجد دادا يا سلاس كدب دبلوم عالي في التربية يعني حنك قاتي جامعة المدرمة الإسلامية كدب هذا نوع حنك قاتي ماجستير كأصول فقه لبكون يتدوي تبانكي هذا وحام قراء بوجي بي اتش دي دكتورة ذا مادة أصول فقه قيبت مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة الخاصة بالأسرة موضوع لي هذا أيام وضع مساعد عمر بن الخطاب لي هذا مقال مقدش وين الخطيب كأهي جامعة مقدش أنا معان أيام كأهي ومادة أصول فقه أيام كدقة وما سنتي سنة ذا الشيعة ذو رنتي وعالم الإسلام ويكجران لكن نقص ومالها دان هاي هذا إني هذين الوصو بالعبنين أدلوا جماعة قون الشيعة لكن أدونك ما أنتم أدام إسكو فرفرمي ضدكي الإسلاح مري إسكو لح السفري سامي وين ويا لنا يساع وحجابها بنانك كجرا مركب ما دام إن أدوا قونين أو هذا مثلا سذا دولتها كلا مسلمين تاع غيرهم أما عربت أو كلا يعني وين وذا جوجان أو شيعة جوجتا سنيين تيا جوجان لكن نقص ما له دان هاي يعني واحد من ببلابنا أما عصب مؤجيه شيعة آدين وقوم بطنين من إن أرك جرين ساس دراد ديد وح معلومات أو فحصن أو بدن وما دينه كما هي سطه وحاون جرون ما دام أين صاحب أين جوين شيعة ذو آد لو مي قانو تدوينها عادي أنا آد ومي قانان مركع لكن سكوت هدي لو جراه ذو وحاليه كرا لبضع لنا عبا السنة ذا يشيعة ذو بقى وإليهين كوا غلاد ليراه ذو غلاد معنى وحاوة كوا يعني حد قدبي او يعني كوا كلا كوكلا تلحتقايا او يعني وحك بضن كشي شي قايا إيو كوا عن غلاد أهين وأفكارتي أمينسيهين ترتيب وصوب بندقان آية حق يا حق بوي جيران مركا سنيين تدحل ضايو سنيين إسلاءها أهل السنة إسلاء أي هدن انتا سوكوحوت وصي كلا بحايان سيدا سلم إذا الشيعة ضايو الشيعة إسلاء أي هدن انتا سوكي كلا بحايان لكن هدان سي كوبان أسوء دويو يعني جانب كسياسي نظام الحكم في الإسلام مركي الأخريو أي آد أمو قنيسا وحا يعني خلاف كؤوية هاي وتاسو الشيعة ضو الشيعة هرت أصل كلمة الشيعة وتاجره وانصار وحال وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم وان من شيعته اي من اتباعه كو رعسن ايا اساسا مركه الشيعة عمل كلي هذا وحي مكا اتباع علي علي بان رعسن هي علي ما حصل لو يلي اولادي سي او كدنبيسي خلافتي يعني ايا ان لسيه اهيد اسغي وا لو ديدي ادي وا جانب كاس حكم كنظام الحكمي سنيتنا وا سده يعني نظام حكمي او يعني اي تاريخ او قرنتي أو يعني سأكل هريان خلفاء الراشدين كم وهذا خطبوين كم مركز إنه آخرين إنه واتين ودهن ورد اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين إنه كاس إنه جوكتا أفرت خلفاء الراشدين كم أصلي حكم كأسوك له هريان لا شيء أو بكر بأو هري عمر بأو كحجي عثمان بأو كحجي علي بأو كحجي وعن بقية الصحابة رسول الله مانتوب وأنا مسين كلهم عدول يعني أنت لح مرتين أي تايب سيدي يعني أنفقه كو أقسم الكتاب كان متن الزبد اللي هذا مذهب الإمام الشافعي كو قرن وما جرى بين الصحابة نسكته وأجر الاجتهاد نثبته يعني وحى صحابة لح مري وان كعموس إنا وحن أقرينا إني أجر الاجتهاد إليهم أجر الاجتهاد وحال هذا قفكي أصيبينا من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخذ فله أجر واحد أي مركا إني أصحابة كلهم عدوليهم محايا لو حضر كيسا تقال لدح مرايي والنبي صلى الله عليه وسلم انتو نولا دادكي جنة وقوب بشاريي اي لوال لعنكو كالجيران مركا مرادة يساس تهيو اجتهاد يعني السيدان يكفيريان كوكان سالس كفيريان حدنا حالك تاقن بمبعها او يعني محا ساس لو يالي محا سال لو يالي وحي نغا انو يالا معها ساس دادك اهل السنة وحي رادان مركا لغا هلا اسحاب توحي لدح مراي يا خلافات كساس وكلا ودماء طهر الله اي دينا وديقات الهي قعانتين وظاهر كدقى او انن كجرين اما انن حلياس جوين فلا نلوث به ألسنتنا
carabkeena kuma wasakhaynayno oo hebel baa gardarnaayo hebel baa laga gardarnaayo waxay hadda faa'iideynaysa ma jirto. Marka sunnada iyo shiicadu jaanibka siyaasiga ah oo maxaa asxaabtii kan u soo horreyn waayey oo kan yacni loo dibmarsiiyey waxyaaba ku saabsan ayaa jira oo khilaafkaas uu salka ku hayo waxyaaba caqadii ahoo yacni meelaha qaarkood uqulaada iyo kuwaas oo kalena way jiraan. Laakiin maadaama hadda aynan aad inaga inoo soo gaarin oyna yacni wax muuqmuuqdo oo hadda saas ayna ahayn yacni wax weyn oo lasii dhexgala meesha ma yaallo. Waxaan loo baahan yahay marka inta muslimiinta la midayn karo in la mideeyo akhdaada jirta iyo dhinac walba waa bini aadama loo yahay waa laga faayaay in laisu cudur daaro oo muslimiinta laisu soo dhaweeyo oo colaada la joojiyo oo yacni mid wuxuu ii sheeqisaa markii Canada loo qaxay soomaalidu meelahaas ay tageen yaa nin ayay wax ka gadan jireen muslim ah oo fiican oo soo dhaweeyey oo saysaa u wadeen yaa markii dambe soomaalida waxaa lagu yiri ninkan aada wax ka gadanaysaan ma taqaana wuxuu yahay horta markaasay dhaheen maya ninku waxaa waa nin shiica ah markaasa shiica miyaa oo shiican wax ka gadan jirna miyaa ahaa bes wayba dukaankiisu wayba ka guureenba xagee tageen ma taqaanaa mid hinduus ah oo aan muslimba ahayn ayay dukaankiisii fuuleen mar saas oo kale markay dhacdo yaa ku xiga way maana hinduus inaad wax ka soo gadato oo aad ka cararto muslim oo waa shiica aad tiraahdo waa waxyaabo ay keenayso yacni wixii oon la aqoonin iyo sida ay tahay. Marka muslimiin waa muslimiin kala duwanaanshaha arrin lagu kala duwanaada qofkii waxyaabo oo yacni kufranba waxaan la yimaada iyo xisaabtiisana ilaahay subxana watacala ayaa kula xisaabtamaya. Laakiin daahiradan ah hadda in muslimiinta la iska horkeeno iska khilaafaano la iskala qeyqeybiyo waa laga fiican yahay. Marka ilaahay subxana watacaala towfiqdayna waafajiyo sida inagu inaan aaminsannahay oo sunniyiin aan u nahayna xaqii iyo waddadii toosneed inaanu hayno qofkiina garab marsan oo saas oo kale asaga noo arka inaan khaldanahay xisaabtiisa ilaahay bay saaran tahay inaga inama saaro. Qof walba ceebtaada ku mashquulo ceebaha dadka kale iska daa. Saas ayaan tal ahaan kusoo jeedin.